الله ينور، بسم الله ما شاء الله، اكبر بطة جبناها يا جماعة. طبعا معانا كل جديد بالصلاة على النبي، معانا كل جديد بالصلاة على النبي، اللي هي اللي قدامنا ده على طول. خش ما بقى يا جماعة، معانا طائر الغرق الغطاس اهو، من شجرة تانية، من حتة تانية، أماكن مختلفة يعني يا أبو هيك. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة احنا هنخش نتألق عليه. يلا خش اضرب ابو هيك. ماشي، اللي هي اللي قدامنا ده على طول. خش الله الله عليك، الله عليك. معلقها بطه، البطه متعلقه، البطة متعلقة في الدماغ. بصوا يا جماعة المسافة عاملة ازاي، والله والله خالد ضرب من جنب من هنا اهي. بسم الله ما شاء الله. والله العظيم مسافة رهيبة، مسافة رهيبة لابو هيكل العلم. بصوا يا جماعة البطة طرح فين اهو. عاشت ايدك يا ابو هيكل والله يا ابني، الله نمبر 1 يا حبيبي. معانا كل جديد، الله ينور عليك يا علمي. وقعت في الميه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني ده انت شعبطتها يا ابني، بسم الله ما شاء الله. اوعيدك امسك، خش خش، انا ماسكك انا اهو، انت من دماغك. الله اكبر الله اكبر، تعال انت نحادش الشمس يا ابو هيك. عاش يا عالمي، تعال خش اطلع بره بقى عشان البرسيه. تعال تسلم ايدك يا ابو هيكل، والله ضرب من على مسافه رهيبه. بسم الله ما شاء الله، ضرب الدماغ ده هي فرفرت فرفرت يا عالمي. حط رجلك عليها كده من هناك. بسم الله ما شاء الله، كومة 400 بتدعى. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت يا جماعه طبعا تشجعوا ابو هيكل، ديت اللي فيها شعر بيض اهي. تمام، شجعوا ابو هيكل بلايك واشتراك. هو احنا هناخده واحده بس. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه اتقل حجم، ده اكبر، يعتبر اكبر وزن وحجمها. بسم الله ما شاء الله كبير، بطل بحيره. اماكن مختلفة والدنيا جميلة ومناظر حلوة، وهو جاي تاني يا رجالة اهو. يلا بابا عشان باين لسه صح. خش يلا حلله. يلا بسرعة بالصح اهو. يا راجل روح طويلة يا جماعة بتاع. رد فر، روح تاني عمال اتفرفر. ابو هيكل العالمي، ابو هيكل العالمي، والله العظيم ضرب من نوم، ضرب من المكان ده يا جماعة بالظبط تحديدا. يلا يا ابو هيك. الله ينور، بسم الله ما شاء الله، اكبر بطه جبناها يا جماعه. طبعا يا جماعه المسافه اللي خالد ضرب منها بسم الله ما شاء الله، مسافه بعيده، والشجره اساسا عاليه يا جماعه، تحس ان هي صغيره في الكاميرا. وبعدين بسم الله ما شاء الله وزنها حلو. اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه حاجه تفرح بصراحه، تفرح القلب الحزين. يا ريت تعملوا لايك واشتراك لابو هيكل، مش ليا طبعا، لان بصراحه ربنا هو سجل هدف، سجل هدف خيالي، هدف خيالي. خش لها في 4 كيلو يا جماعه، لاول مره نجيبوا حاجه بسم الله ما شاء الله بالحجم ده، وزنها تقيل كده يا رجاله. الله ينور عليك. عايزين حاجه لما نروح. على السلامه بقى. الله ينور عليك. طبعا يا جماعه لو حاجه جت تاني تلوقت هنوريها لكم. بص يا ابو هيك، ايه خليك لحد كده. بص يا جماعه جناحها كبير ازاي. بسم الله ما شاء الله، متر اطول من متر.
طبعا يا جماعه لو فرد جناحي وفردها لفوق كده هتلاقي طوله. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله طويله جدا ما شاء الله الله ينور احلى ابو هيكل في الدنيا اهم حاجه اللايك اشتراك يا رجاله لا اهم حاجه اللايك سير بينك اهو يا جماعه لا ما هم يعملوا لنا لايك واشتراك يا خالد لو لسه اول مره يتابعوا معانا ماشي ابو هيكل العالمي نمبر 1 ابو هيكل وده جاي عمال يصوت ليه دي ده زعلان فكرنا مسكين غراوه يلا بينا يا عالمي يلا بينا بصوا يا جماعه قبل ما نختم الفيديو رجلها زي البط رجلها هي طبعا لان هو بيسبح بس ده نوع بالبروتين ده طبعا سلاله ثانيه اهو وطبعا فيها بسم الله ما شاء الله الورك بتاعها برده يا جماعه تخلي بالك انا عرفت هي تقيله ليه شكلها فيها قرموط كبير ممكن يكون بلع قرموط عادي الزفاره بتروح منه يا جماعه طبعا كده يا جماعه لازم تمسكوه من رجله كده عشان خاطر يصفي الدم بتاعه والزفاره تروح كده الزفاره بتروح انتوا عارفين اللي هو طعمه زفر شويه ده طبعا من اكل السمك ولكن اكله طعمه جميل جدا اول ما تجيبه يا جماعه تحلله وتمسكه من رجله شويه كده زي ما هو بعمل يصفي الايه يصفي الزفاره تمام الله ينور لايك يا رجاله لايك لابو هيكل على المسافه الرهيبه الله يلا بينا نشوف المسافه دي تاني يا جماعه يلا بينا يلا بينا الله الله عليك الله عليك معلقها بطه البطه متعلقه البطه متعلقه في الدماغ بصوا يا جماعه المسافه عامله ازاي والله والله خالد ضرب من جنب من هنا اهي بسم الله ما شاء الله والله العظيم مسافه رهيبه مسافه رهيبه لابو هيكل العلم الله هو عيدك امسك خش خش انا ماسكك انا اهو انت من دماغك الله اكبر الله اكبر تعال انت نحيد عشان الشمس يا ابو عاش يا عالمي تعال خش اطلع بره بقى عشان البرسيه عادي بص يا جماعه الورك بتاعها بسم الله ما شاء الله حاجه جميله وان شاء الله باذن الله لو حابين تشوفوا طريقه عمايله ده اهو هنخلي ام خالد ان شاء الله تعمله لكم تنزلوا تزوروا الرابط شكرا يا جماعه لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله